وعقب تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة القمة العربية في دورتها العادية 31، أكد أن مقدرات الشعوب العربية تؤهل ليكونوا مؤثرين على الساحة الدولية. كما أكد تبون أن القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب الأولى، مجددا الالتزام بالمبادرات العربية كسبيل وحيد لقيام سلام عادل وشامل. كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن القمة تنطلق في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد. تنعقد قمتنا في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، تتميز على وجه الخصوص بتصاعد التوترات والأزمات، لا سيما في عالمنا العربي الذي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة في منتهى الصعوبة وباعثة على الانشغال والقلق كما هو الحال في المرحلة الراهنة. وما زالت هذه الأزمات بتعقيداتها وبأبعادها المختلفة وبمخاطرها ماثلة أمامنا مع تعاظم التحديات الداخلية والخارجية الجسيمة التي يشهدها العالم بعد جائحة كوفيد-19.